تلقت أسرة فريق الوداد البيضاوي بالمدينة القديمة بالدار البيضاء صبيحة اليوم خبر وفاة شاكر بن جلون نجل مؤسس الوداد الرياضي الراحل محمد بن جلون ببالغ الأسى والحزن الشديد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث ظل الراحل يقاوم هذا الوباء الفتاك مدة 3 أسابيع متتالية. فعاليات النادي الأحمر استقبلت نبأ وفاة الفقيد بحزن كبير من خلال منشورات وصور له عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. كان الراحل معروفا قيد حياته بخصاله النبيلة وحبه الكبير للوداد والوطن، وكان آخر تصريح له قبل أيام قليلة: من يحب الوطن عليه أن يحب الوداد، رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.